عارفوا الحامد الأتقياء المخلصون التابعون العابد الراكع الساجد العارفون الحامد الأتقياء المخلصون. هذا التابعي الجليل عاش في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتوفي كذلك في حياته، وآمن به وبرسالته منذ بداية الدعوة، وأرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هي قصته ومن هو؟ إنه أصحمة بن أبجر ملك الحبشة، كان يدعى النجاشي، وقد عد تابعا لأنه رأى صحابة رسول الله ولم يرى الرسول نفسه. لكن دعونا نتابع معا قصة حكمه قبل أن نعرف قصة إسلامه. نحن زعماء الحبشة ويجب أن نتخذ قرارا في هذا الأمر. لكن اقتراحك بقتل الملك أبجر مخيف. أنا لا أتفق، إنه قرار صائب، فأبجر ليس له إلا ولد واحد أصحمة، أما أخوه فله 12 ولدا. كما أن أصحمة هذا ما زال طفلا، فلو أن أبجر مات فكيف يمكنه أن يحل محله؟ أنتما محقان، ستحدث عندها كارثة. يمكننا بكل بساطة أن ننقذ الحبشة من المصير الذي ينتظرها إذا قتلنا أبجر ونجعل أخاه ملكا، فإن أبجر أصغر من أن يفهم أي شيء. حسنا، فلنفعل ذلك. ونجح زعماء الحبشة فيما كانوا يخططون له، فقتلوا أبجر وجعلوا أخاه ملكا. وتربى النجاشي في قصر عمه الملك، وأحبه عمه حبا جما، وأراد أن يعوضه عن فقدانه لأبيه، فتعهد بتربيته ورعايته. وكان أصحمة بطبعه ذكيا ونشيطا، فأصبح مقربا من عمه الملك. وطبعا لم يعجب ذلك من قتلوا أباه بالأمس القريب. يبدو أن خطتنا لم تكتمل، بل قل إنها انقلبت علينا. من الواضح أن الملك سيجعل ابن أخيه ملكا من بعده، وعندها سيقتل أصحمة من قتلوا أباه. ليس أمامنا إلا أن نكرر ما فعلناه من قبل. ماذا تعني؟ نقتل أصحمة؟ هذا هو الحل الوحيد. لو لم نقتله اليوم سيقتلنا هو غدا. لا بد من الإسراع في تنفيذ هذا الاقتراح، تعالوا معي. مولاي ملك الحبشة، نريد أن نكلمك في أمر مهم. إذن لي بالانصراف يا مولاي. ولماذا لا تجلس معنا وتستمع؟ ربما احتجنا لرأيك السديد. عفوا يا مولاي، لا يوجد من هو أحكم منك، وما تعلمنا الحكمة إلا من حكمتك. بإذنك يا مولاي. كم هو عظيم هذا الفتى، إنه يذكرني بأبيه. أتمنى أن أعوضه عما فعلته بوالده. أنت لم تفعل سوى الصواب يا مولاي، وجاء الوقت لتكمل ما بدأته. لا أفهم ما تقولون. وجود أصحمة خطر علينا يا مولاي، وأنت تبالغ في الاعتناء به. عندما يعرف ما فعلناه بأبيه لا شك أنه سيقتلنا جميعاً. حتى أنت يا مولاي. ماذا تقول؟ عفوا يا مولاي،
ولكنها الحقيقة. لا بد من قتله يا مولاي. لن أفعل. ما زلت حتى اليوم أتعذب من قتلي لأبيه أخي، وتريدون مني اليوم أن أقتل ابنه. وما الحل إذن يا مولاي؟ الخطر يهددنا؟ لا أعرف، لا أستطيع التفكير. وجدتها، سننفيه من الحبشة ونبعده عنها، فنأمن من شره ونتجنب قتله. إنه رأي سديد، بل هو الحل الوحيد، وليس أمامنا غيره. وفعلا طرد زعماء الحبشة أصحمة من القصر، بل من الحبشة كلها، حتى يأمنوا شره. ولكن كان الله تعالى قد تربص بأولئك القتلة. أصيب ملك الحبشة بصاعقة من السماء فمات على الفور، وبدأت الدول المجاورة للحبشة تفكر في غزوها بعد أن ضعفت قوتها ولم يعد هناك من يحكمها. وبحث زعماء الحبشة عن أصحم حتى وجدوه وأعلنوه ملكا عليهم. وقام أصحمة الذي أصبح ينادى من بعدها بالنجاشي بأمور الحكم خير قيام، وأصبحت الحبشة في عهده مثالاً للعدل، وحكمه مثالاً للإنصاف. وهذا ما جعل الجزء الثاني من قصتنا يحدث. ماذا يريد هؤلاء الناس؟ يقولون إنهم قادمون من جزيرة العرب، هاربون من ظلم وقع عليهم. مرحباً بالمظلومين على أرض الحبشة، حيث نخفف عنكم ما لاقيتموه في وطنكم، ولتكن الحبشة منذ اليوم وطنكم الثاني. صدق رسول الله، إنه ملك لا يظلم عنده أحد. سنتمكن أخيراً من عبادة الله دون أن يؤذينا المشركون كما كان يحدث في مكة. الحمد لله. فلتعيشوا وسطنا كأنكم منا. شكرا يا سيدي. لكن زعماء قريش لم يكونوا سعداء بهذه الهجرة، وأرادوا استرجاع المسلمين، فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة ومعه عمرو بن العاص قبل أن يسلم. وكان لعمر صلة سابقة بالنجاشي، فأخذ له الهدايا وأكرم النجاشي استقباله. مرحبا بك يا عمر، ومرحبا بصديقك، لم نرك منذ فترة. إننا في مكة مشغولون بمشكلة كبيرة، فقد ظهر فينا مجموعة من السفهاء ادعوا أن لهم دينا جديدا ولم نسمع عن هذا الدين من قبل، وأثاروا فتناً كثيرة. وماذا فعلتم معهم؟ حاولنا منعهم، ولكنهم هربوا منا. هربوا؟ إلى أين؟ إلى هنا يا مولاي، فروا إلى الحبشة معتقدين أنك ستحميهم. إنهم يا مولاي لا يدينون بديننا، ولا يدينون أيضاً بالمسيحية. إنهم ضالون يا مولاي، ونحن أولى بهم. لا يمكنني أن أسلمهم لكم إلا بعد أن أسمع منهم كما سمعت منكم. إلي بأولئك الذين جاءوا من جزيرة العرب حتى أنظر في أمرهم. ماذا نقول لو سألنا عن ديننا؟ نقول الحق، ما جاء في كتاب الله وما بلغنا به رسوله. وليتحدث جعفر بن أبي طالب عنا. هيا إذا. ما قصة هذا الدين الذي ابتدعتموه وتركتم دين قومكم من أجله؟
لم نبتدع شيئاً، لقد جاءنا رسول من عند الله ودعانا لترك ما كنا عليه من عبادة الأصنام، وهو رسول منا نعرف صدقه وأمانته، وهو لا يدعونا إلا لمكارم الأخلاق والتسامح والأخوة، ولكن أهلنا وقومنا لم يعجبهم ذلك فعذبونا وآذونا وأرادوا إرغامنا على العودة لعبادة الأصنام، ولهذا جئنا لبلدك بعد أن طلب منا رسولنا صلى الله عليه وسلم طمعا في النجاة بنفسنا وديننا من بطش قومنا. هل تحفظ شيئا مما جاء به نبيكم؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. واستمر جعفر بن أبي طالب يتلو آيات الله الكريمة، والنجاشي متأثر بما يسمع. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. والله إن هذا الكلام الذي سمعته الآن وما جاء به عيسى بن مريم لا فرق بينهما. لن أسلم هؤلاء الناس لكم أبدا يا عمرو، ولن تتمكنوا من إقناعي بذلك. أنتم في حمايتي أنا، ولن يستطيع أحد أن يمس شعرة منكم طالما كنتم في الحبشة. ظل المسلمون في أمان طوال فترة إقامتهم في الحبشة، ثم عادوا بعد مدة إلى مكة مرة أخرى. وعندما بدأ المسلمون يصبحون قوة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى ملوك الدول ليدعوهم إلى الإسلام، ولم ينس ذلك الملك الذي نصر الإسلام في بدايته. سمعت يا عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النجاشي بخير؟ طبعا، فهو من أكثر الناس خدمة للإسلام. لكن لماذا اختارك الرسول يا ابن أمية لتحمل رسالته إلى النجاشي؟ لأنني قد تعلمت لغة الأحباش، فلن تكون هناك مشكلة في إفهام النجاشي ما أرسلت من أجله. وإن كنت أظن أن النجاشي لا يحتاج لمن يخبره بحقيقة الإسلام، لأنه يعرفه من قبل حق المعرفة. ووصل عمرو بن أمية إلى النجاشي، واستقبله النجاشي أفضل استقبال. أهلا بوفد رسول الله. أهلا يا عمرو، تفضل. كيف حالك يا سيدي؟ هذه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير رسالة من خير رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى من روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني
فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، وطمئنه أنني عرفت من قبل أنه رسول الله، ودينه هو الدين الحق، وأني آمنت به وبدينه وكتابه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. هذا ما توقعته. نصر الله بك الإسلام بالأمس، وأعزك أنت بالإسلام اليوم. بارك الله فيك يا رسول رسول الله. تعال، لا بد أن نكرمك بما تستحق، تفضل. توفي نجاشي في العام التاسع للهجرة، ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته قال لأصحابه: إن أخاكم أصحمة النجاشي قد توفي، فصلوا عليه. ثم صلى عليه الرسول صلاة الغائب إكراماً له، واعترافاً بما قدمه من خدمة الإسلام والمسلمين. رحم الله ملك الحبشة المسلم العادل أصحمة ابن أبي جر النجاشي. الأتقياء المخلصون.